السنن المهمة التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان صلاة الضحى، سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجسد فيه 360 مفصلا، كلها تكفرها التسبيح ويكفرها التسبيح والتحميد والتكبير وإلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويعدل ذلك كل ركعتا الضحى. فركعتا الضحى مهمة لتكفير الذنوب وتكفير جميع الذنوب التي ترتكبها مفاصل الجسد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ويحث على صلاة الضحى 2 أو 4 أو 6 أو 8 كما قالت عائشة، ويزيد ما شاء كما قالت عائشة رضي الله عنها. فاحرص على هذه الصلاة، والتي وقتها من بعد شروق الشمس بقدر 10 دقائق إلى قبل أذان الظهر بحدود ربع ساعة.